طيب بسم الله الرحمن الرحيم اليوم حنشوف مقطع فيديو فيه 3 شروحات متصله ببعض اول حاجه حنعرف رقم جوال في ابشر خاص بتطبيق توكلنا ثاني حاجه حنعمل حساب في تطبيق توكلنا ثالث حاجه حنضيف شخص في تطبيق اعتمرنا ثلاثه اجزاء في هذا الفيديو تابعهم بالتسلسل طيب اول حاجه حنفتح تطبيق ابشر عادي هندخل حندخل اسم المستخدم او رقم الاقامه نحط الباسورد تسجيل دخول عادي تيجي حيجي لك الكود على رقم جوالك حنحط الرقم هذا جوالك انت تمام حندخل على خدماتي بعدين الخدمات العامه بعدين حيجي لك تعريف رقم جوال تطبيق توكلنا طيب آه الان حندخل رقم اقامه الشخص الجديد اللي هو انت حابب تعرف له رقم جواله مش رقم اقامتك انت في انت حسابك ابشر وفي حساب شخص تاني الان احنا بنعرف له رقم جواله حندخل رقم اقامته تمام هذه نقطه مهمه اه حنختار هنا تاريخ الميلاد هجري او ميلادي التاريخ المسجل في ابشر الخاص فيه مش اللي في, رق في اقامته مش اللي في البطاقه هنا حندخل تاريخ الميلاد لما تفتح أبشر حتلاقي في رقم إقامة هنا يعني أنا تاريخ ميلادي مثلا عشر الشهر مكتوب في الإقامة واحد أنا أسجل رقم واحد اللي هو تبع أبشر تمام وحنكتب في الآخر رقم جوال الجديد اللي راح نستخدمه في كل التعاملات بعد كده لنفس الشخص هذا آه هنضغط حنضغط على أقر أن جميع البيانات على صحيحة والكلام هذا كله موافق حيطلع لك هنا اسم الشخص وانت بكده بتتأكد ان انك رقم الاقامة اللي انت دخلته صح اذا هذا هو الشخص بتضغط على التالي بيبعت لك رسالة على الرقم الجديد رقم الجوال الجديد اللي دبك دخلته اللي هو غالبا جوال تاني غير جوالك موافق العادي هيجي لك تم ارسال المعلومات بنجاح كده تعرف رقم الجوال الخاص في توكلنا هذا اول جزء انتهى الجزء الثاني الآن نفتح تطبيق توكلنا ونختار هنا التسجيل ساين أب نفس الفكرة حنحط رقم الإقامة اللي هو لنفس الشخص الجديد وحندخل برضو تاريخ الميلاد زي ما هو برضو مسجل في أبشر يعني إحنا هنا كل التعاملات بنتعامل مع تاريخ الميلاد اللي هو في النظام مش تاريخ ميلادك الفعلي إلا إذا كانوا نفس الرقم يعني طبعا توكلنا وقعت ابشر وتوكلنا فيهم هجري ميلادي نفس الفكره وافق وبيجي لك الكود على رقم جوالك بتحط الباسورد انا غلطت وعملت حركه كتبت الباسورد في الاول بعدين اكتشفت انه لا في شويه شروط واحكام لازم انت تنفذها وانت بتدخل كلمه المرور في الخانة الأولى كلمة المرور وفي الخانة الثانية أنك أنت تعيد تأكيد كلمة المرور تمام الشروط هي كالآتي آه عندك أنت هنا حوالي كم حوالي ستة شروط لازم توفرها في كل الباسورد أول واحد أنه ما يقل عن ثمانية أحرف لازم يحتوي على أرقام في كابيتال لتر وسمول لتر كله بالإنجليزي طبعا وآخر حاجة أنك أنت لازم يكون في رمز من الرموز الموجودة تضغط على التالي او نكست هنا بتختار انت اللوكيشن اللي انت موجود فيه واللوكيشن هذا له فائدة وحيدة انك انت في تطبيق تباعد بحدد لك اذا في حالات قريبة منك وفي نفس الوقت انت لا سمح الله لو في اصابة ولا حاجة بيجبرك انك انت تبقى في اللوكيشن الموجود وتضغط على اجري موافق الآن بيجي بيسألك شوية أسئلة هنا إنك هل أنت كنت بر المملكة العربية السعودية في الأسبوعين الماضيين هذا أول سؤال في السؤال الثاني هل أنت كنت على اتصال مع أحد مصاب برضو في الأسبوعين الماضيين السؤال الثالث السؤال الثالث هل أنت تعاني من حرارة عالية السؤال الرابع هل أنت بتكح والسؤال الخامس هل انت عندك ضيق تنفس وبتجاوب بناء على هذا الكلام عشان يشخص الحالة فالحمد فأل لله كله لا تقلب الصفحة اللي بعد كده اذا عندك احد فأفراد افراد العيلة انت بترعاهم او تبعك برضو لا هنا بعدين بيطلع لك هذه صورة تطبيق توكلنا بالنسخة الجديدة اللي فيها فوق موجود الاسم رقم الاقامة ولو لفت يمين او يسار بيطلع لك الاقامة اللي هي النسخة الافتراضية هذه الديجيتال وهنا نو ريكورد اوف انفكشن تاريخ اليوم والابديت هذا اللي بتفتح انت بتوريها للناس عند ابواب السوبر ماركت والمولات او الاماكن اللي مطلوب فيها الان بندخل على تطبيق اعتمرنا زي ما احنا شايفين المرافقين بنعمل اضافة مرافق برضو بنختار مواطن مقيم برقم الاقامة نختار هنا المدينة جدة تاريخ الميلاد برضو نفس التاريخ المسجل بس اللهم في تطبيق اعتمرنا هنا انه بس التاريخ موجود ميلادي ما لقيت اللي بالعربي بالهجري تضغط على اضافة تأكيد خلاص انضاف الشخص الاخير عندك وبكده انت بتتابع في تطبيق اعتمرنا بتنزل البرنامج وبتحجز مواعيدك وبتحجز الصلوات وبتحجز كل حاجة ان شاء الله يكون الشرح سهل يعطيكم العافية